حلقة جديدة من ملعب زمورة. هنبدأ لكم بطريق حامد. طريق حامد مفيش كلام جوه الزمالك او بره غير على طارق. ايه المحوار؟ طارق جاي له عرض رسمي من اتحاد جدة السعودي بمليون 750 الف دولار. ايوه، مليون 750 الف دولار. سمعتوا اتنين، سمعتوا اتنين وشوية، لا العرض جاي بكده مليون 750. الزمالك عايز ايه؟ الزمالك طلع وقال ان طارق حامد مكمل السنة الجاية ومش هنقدر نفرط في قوام الفريق الاساسي. طارق عايز ايه؟ ده المفاجأة بقى. طارق جاي له العرض ليه هو راتب سنوي نفس اللي خده عبد الله السعيد من الزمالك، يعني سكة 40 مليون اقل يزيد، بس هي سكة 40. طب طارق حامد هيعمل ايه؟ طارق قال لك يا عم انا كسرت ال 30، اروح هناك شوية اعمل لي قرشين اظبط حياتي وبعد كده اشوف الدنيا فيها ايه. طيب ايه هتمشي ازاي؟ قال لك لو الزمالك عايزني انا ما عنديش مشكلة، انا بحب النادي وبحب الكيان، الزمالك يقدرني. يقدرك ازاي يا عم طارق؟ يديني نص ال 40. نصهم اللي هم كام؟ 20؟ اه يا عم، ما انا سايب في بيراميدز السنة اللي فاتت 22 وسبت للزمالك 5. طب انا كده ايه؟ هفضل اسيب؟ ما انا عايز اخد برضه. ده كان رأي طارق حامد. طارق حامد هيعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه الايام اللي جاية. ومن طارق حامد لكهربا. كهربا اتدخل كابتن طارق يحيى، طبعا انتوا عارفين احد ابناء الزمالك، قال لك مش هينفع اسيب المواضيع كده، والواد بره المعسكر وما راحش التمرين وفي الجيم، لا انا اتدخل واحل الموضوع. عمل ايه يا عم طارق يحيى؟ كلم محمود علاء وكلم طارق حامد، قال لهم يا جماعه انتوا كباتن الفرقه ولازم تكلموا كهربا، لازم تحاولوا تحلوا الموضوع وتساعدوا النادي. قالوا له ايه؟ قالوا لا يا كابتن احنا ما نضمنوش. ده اللي اتقال بالظبط، احنا ما نضمنوش. فكابتن طارق يحيى قال لهم ما تضمنوش ازاي؟ ما انا عايز اقعد مع المستشار اقول له ان انا خلصت الموضوع واجيب الواد ونستف الاوراق ونعمل العقود الجديده ونخلص المشكله خالص. فطارق حامد ومحمود علاء قالوا للكابتن طارق يحيى لا مش هنقدر نتدخل يا كابتن، لانه اصلا احنا مش عارفين نوصل له وبيقفل تليفوناته، فمش عايزين نلتزم بكلمه ونعملهاش. يبقى كده طارق حامد ومحمود علاء خلعوا ايديهم من موضوع كهربا، قال لك احنا ملناش دعوه، نخرج نفسنا بره الموضوع. مين اللي كمل؟ طارق يحيى. سرش وقلب ودور لان كهربا عايز كام عشان يكمل في الزمالك؟ 25 مليون جنيه. كم؟ 25 مليون جنيه. ايه راي الناس في الزمالك؟ الناس في الزمالك قالت لك طب هو الاهلي هيديله المبلغ ده لو هو راح الاهلي فعلا؟ اكيد لا، يبقى براحته ويكمل زي ما هو عايز، واحنا عقدنا سليم ومتوثق وهو لعيب في الزمالك الموسم اللي جاي، لكن 25 مليون جنيه ايه اللي نديهم له؟ ده موضوع كهربا. ومن كهربا لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم سمعنا في الفتره اللي فاتت انه جاي العرض من الاسماعيلي، حقيقه الاسماعيلي فعلا عايز محمد ابراهيم من يناير اللي فات. طب محمد عايز ايه؟ محمد قال لك لا يا عم انا مش عايز العب دوري مصري السنه الجايه، انا عايز العب دوريات اوروبيه. دوريات اوروبيه؟ اسبانيا، انجلترا، فرنسا، ايطاليا، دي الدوريات الاوروبيه. محمد قال لك لا، وانا هيجي لي الكلام ده منين دلوقتي؟ انا جاي لحاجه كلاس بي. اه كلاس بي. ايه كلاس بي ده؟ يقصد بقى دوري يوناني، دوري بلجيكي. هو عايز يشوف عروض في الدوريات دي وفي المناطق دي يقدر يقدم بيها السنه الجايه موسم مختلف في حياته. هل محمد ابراهيم فعلا يقدر يحترف تاني؟ محمد واخد القرار فعلا بكده، بس لو الدنيا ما ظبطتش يبقى لا الزمالك ما هيكمل فيه لا الاسماعيلي، ده حسب رؤيه جهاز الزمالك. وين محمد ابراهيم للونش؟ الونش فاكرينه اللي طلع ناصح في معسكر المنتخب وما طلعش السكرينات، فاكرينها؟ الونش برضه عمل كده في الانتقالات. عمل ايه؟ الونش خد اخوه وابنه يوسف وطلع على الجونه ومقضي فاكيشن. ايه اللي حصل؟ جاي له عرض. عرض منين؟ عرض كده من وكيل لاعبين، قال له انا هسوقك في بلجيكا وهجيب لك عرض كويس. الونش قال له انا هتسوقني والكلام بالفاكسات المضروبه دي انا ماليش في الكلام ده، انا هروح اقضي وقتي واستجم شويه في الجونه وارجع الاسبوع الجاي على تمرينه الزمالك واشوف شغلي. فعلا الونش ناصح. فقره ثانيه هنقدمها لكم الاسبوع اللي جاي، ابعتوا لنا كل اسئلتكم من خلال هاشتاج عموره في ملعب زموره وهنرد عليها كلها. اكيد هرد عليها لانها في ملعب زموره اللي احنا بنلعب مع بعض فيه. ابعتوا لنا الاسئله وهنجاوب عليها. ولو عجبتكم حلقه النهارده اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام عليكم.